إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. يسعى الوداد الرياضي إلى تصحيح مساره في المسابقات المحلية والقارية فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي بعد التعاقد مع التونسي فوز البنزرتي خلفا للمدرب عادل رمزي الذي تم إقالته بسبب النتائج السلبية التي سجلها الوداد في الفترة الماضية، حيث يراهن الوداد على خبرة شيخ المدربين لإعادة الفريق الأحمر إلى سكة انتصارات. ويبدأ الوداد مشواره مع مدربه التونسي الجديد فوزي البنزرتي بمواجهة حاسمة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء القادم، علما أنها المرة الرابعة التي يقود فيها الوداد في مشواره الكروي بعد ثلاث تجارب سابقة. كما أن إدارة الوداد تسعى للحسم في ثلاث قرارات مهمة، وهي صرف منح الدوري الإفريقي، إذ أن الإدارة الودادية تنتظر الإجراءات القانونية مع الشركة المنظمة لمسابقة الدوري الإفريقي لتسليم منحة المسابقة بعد بلوغ الفريق المباراة النهائية، ذلك لصرف المستحقات المالية للاعبين الذين عبروا عن امتعاضهم من تأخر مستحقاتهم الخاصة بالبطولة ومنح سابقة. هو الأمر الذي تعمل إدارة الوداد برئاسة الناصري على حله لرفع معنوية اللاعبين في أقرب وقت ممكن. كما تسعى الإدارة الودادية إلى التعاقد مع مهاجم جديد في فترة انتقالات شتوية المقبلة بسبب تواضع مستوى المهاجمين بوليسامبو وكذلك الشرقي البحري. كما أن المدرب السابق عادل رمزي سبق وأن طالب إدارة الوداد بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد، وتم تأخير ذلك إلى فترة انتقالات شتوية المقبلة وفي انتظار القرار النهائي من المدرب الجديد فوزي البنزرتي الذي ستعرض عليه عدة بروفايلات لاختيار المهاجم الأنسب للوداد. وفي هذا الإطار دخل سعيد الناصري رئيس الوداد في مفاوضات متقدمة مع أحد لاعبين من دول إفريقيا جنوب الصحراء يلعب في متوسط ميدان هجومي لتعزيز التركيبة البشرية للوداد بداية من الميركاتو الشتوي، مع إمكانية استعادة خدمات نجمه السابق أيمن الحسوني من الفريق المعيدر القطري بحكم رغبة اللاعب في العودة من جديد إلى الدوري المغربي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.